لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم غر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. سلامات، ليش مخلين باب الاستراحة مفتوح؟ أنا من ناحيتي صرت بدري، آخذ اثنين طلع من الاستراحة كفتة وشكش. عوايدكم يا السبك، مهبل أنتم. إيه لا تظلمونا، طلعنا وصالح موجود. أمش أمش أنت وياه أمش. أوف 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 أوف، وش ذا؟ وش هذا؟ من مسوي كذا؟ عامر، ليكون حرامك تعمل الاستراحة. وش الحرام الفاضي اللي بيعضعض الجلسه؟ واضح انها شيطنه كلب. اي والله انك صادق، هذا شغل كلب من كلب. مسهم الخير. ايه كمان رايق، ليش سبت الباب مفتوح؟ وش السالفه؟ مالنا مقاطعنا الفرش، مين لعبه باستراحه؟ كلب الشارع. وش قصدك؟ انا مالي دخل. اي صح، مو بنت بس في واحد هدر ترك الباب مفتوح. لا 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 تذت انه المقصود انا، بعدين ترى ابوه عامل استراحه، والله ما يروح تفقد الباب. سلامات، العامل كارفينا ليل ونهار، تبي يسر معك بعد وسك الباب وراك؟ ورا ما سكيت انت ها؟ ورا ما ترد؟ اسطرك الحين؟ انا اوريك. امشي كفته خل نضبط الغداء، وانتم رتبوا الجلسه. عامل، لمين هذا؟ هذا للعامل المسكين. عطني قصدير. الله. يا الخسيس، انت اللي سويتها؟ توني واصله الاستراحه وجايبه معي لك هواء. هذا ما يسكت عنه، هذا لازم يتعاقب. الله، يس يس، والله ما توقعت يا بنات، موضوع يضرب ترند. وعشان ما ينزل من ترند لازم تضيفين واحد جديد. بس اسمعي، فيلم يسوي دراما واكشن كذا كذا، يصيح يسوي حركات. زين زين. دقيقة دقيقة، يلا بس دقيقة دقيقة، بعد السنابة على طول حطي كود سنابك عشان تجيك الإضافات. طبعا بحطه. يا ناس، مو قادرة أنسى المنظر اللي شفته، مو متخيلة إنه في ناس بدون قلب وبدون رحمة. لا لا، أنا ما قدرت أنام ولا قدرت أنسى. ترى دمعتك غالية علينا وكلنا تأثرنا فعلا. هذا مستحيل، مستحيل يكون بشر. هذا وحش على شكل بشر. لكن تأكدي تأكدي إن راح نحيل للجهات المختصة وينال عقوبته السجن والغرامة. هلا أبو عامر. هلا، حيا الله أبو كبتة. يا أخي إيش حركات ابنك هذه؟ في كل مكان حركاته، تمسخن مسخن حركاته. خير، وشو مسوي بعد؟ إيش خير؟ ابنك فاضحكم في كل مكان، مقاطع في كل مكان، في كل السوشيال ميديا، طايح لك تعذيب الكلاب. يا أخي شوف لك حل، شوف لك حل في ابنك، اربطوا له، شوف لك أي حل فيه. أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسمع، ابنك ما يمشي مع ابني، بتنا البتة. أقول دخل ولك ببيتك وسك عليه. سلام. فضحنا بها. أم عامر، شوفي ولدك مو بصاحي. أوف 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 أوف، بعامر، شوف شوف عامر وش مسوي. عجيب والله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يمه يبا، شفتوا شفتوا عامر شو سوى؟
شفنا. لا وترند الأول في تويتر. هلا والله بالقطوة البطلة. بخر عن قطوتي. السلام عليكم يبا. الله لا يسلم فيكم والطبرة. وش فيك تضرب السلب يا سلب؟ وش السالفة؟ السالفة إنك ما أنت بصاحي. شفتوا كيف يعذب الكلب؟ الظاهر يبي لنا نربيك من جديد. أوف أوف أوف، هذه وش عندها؟ كبرتها وهي صغيرة. لا والله إلا أنا بسب العصا، أبغى أضربك لين ما تصير رجال، لين ما تكبر يا بزر. مهبول أنت، الحين العالم لبستني القضية وتقعد تضحك على ولد عمك. لا تحامد يا حبايبي، حل الموضوع عندي، أنا ناقل بالطاولة على مي. وشلون؟ قبل كل شيء أحمد ربك إنك صرت مشهور، ثاني شيء نبروح أنا وياك نصور وزينا لسلب الاستراحة. وبظهر انك مظلوم ونميت تبلك. عز الله انك جبتها. الحين ننطرب. ننطرب احلى طرب بعد. عاد عيني. هلا. انا اوريك. اي رجال، الحين استراحتنا نورت باللون العالمي الاصفر والازرق. صدق لو اصفر واسود احلى. اقوم اشيلها. لا خله. وين الجلسة القديمة؟ رميناها يا ابويا. ياسر اتبرى من الجلسة الحلوة دي والنوم عليها قال ابوي لي. والله مريحة، الله يسلمك يا ياسر. الله لا يسلمك لا انت ولا هو. ايش فيك عصبت؟ عصبت يا طقية عشان لون الجلسة ازرق واصفر. درج انت وياه درج. انا جاي اصور الخراب اللي سواه الكلب استراحتنا. كانت فكرتي عشان افككم من هالمصيبة اللي هو به، بس انتم طلعتوا صوت هايم. اوبا يا عيال نلحق عند الزبالة يلا. سلامات، وين مودي جلستنا؟ هذا كويس، أنا يبقى هذا عشان شغل أنا تنعيم لياسة وتنزيل تربة، أنا يبقى هذا. والتلبيس الحمراء وينها؟ أنت قرقر زيادة، أنا ما أحتاج، أنا فدي بلدية. أبلش ما فوقين يا صديق. اسمحي لي قبل لا أبدأ أني أقوم أصفق لك. تبين الصدق؟ الشيء اللي انت سويتيه هذا عمل بطولي، عمل بطولي تستحقين اكثر من التصفيق. انا مهما ذكرت ومهما قلت يعجز لساني ان يظهر ما في قلبي على هذا المعنف اللي اسمه عامر. هذا رجل شرس، واللي انت سويتيه سويتي شيء مصيبه. الناس قاعده تبحث عن هذا المعنف ان ندينه ونعاقبه. اي والله صراحه منظر الكلب وهو ينطق حزني. لا تجيبي نظر الكلب. أنا كل ما ذكرت للكلب هذا أزيد شراسة، أزيد شراسة على هذا اللي اسمه عامر، وودي أستخدم معه كل الأنظمة اللي تدينه عشان أسجنه. سجن وقضية ضد عامر؟ طيب شلون؟ كيف؟ تحت أي بند؟ يبدو يا أستاذ أنك ما تعرفين تتعاملين مع مين. أنا من أهم المحامين في البلد، يعني لنا منافذنا القانونية اللي نقدر نجرم المجرم فيها. حتى لو ما كان احنا ناخذ بالقراءة وندينا. بس تأكدي اني راح اخليه ورا القضبان. بس قبل لا انسى، انت كملتي نص الطريق؟ نص الطريق الباقي عندي انا. ترى المبلغ اللي عليك 20,000 تسددينه الله يهينك بعد ما نسجنه. هيه اقول لو سمحتي، ترى هذه قذف. أقول 20,000 عشان كلب؟ اسمع 60 داهية الكلب واللي طقه. يخرب بيته، وين الإنسانية والرحمة والله طلعتي على عم الكلب. أنا بصراحة مستغرب من هذا الشخص، المفروض إنه ما يصنفونه من هالبشر. كيف يعتدي على حيوان لطيف ضعيف ويعامله بهالقساوة؟ هذول قلوبهم ضعيفة، المفروض إنه نرحمهم مثل عيالنا ونتعامل معهم بلطف. ما ينفع ان نكون يعني قاسيين. يلا ابغى ايس كريم. انا كم مره قايل لك اذا شفتني اصور سناب ولا اصور مقطع ما تتقل عليه. كم مره قايل لك يلا انقلع. وحنا كمجتمع واحد المفروض نكون هادين،
ما نكون قاسين على الناس يا جماعة. يعني هذول حيوانات لازم تحافظون عليهم، لازم تهتمون فيهم، ما ينفع كذا. وهذا اللي كنا نخشاه، ما دام الموضوع وصل للإعلام الأجنبي، من اللي بحاسب المعتوب على هالتصرفات المشينة اللي قاعد تسويها؟ من اللي راح يدفع الثمن؟ اللي راح يدفع الثمن التجارة، التجارة الأوروبية اللي احنا راح نفسر التعاون معهم، وأيضا البورصة. لكن قلنا لكم، قلنا لكم يا أخي يطلعون لو مرة واحدة. الشيء اللي نقول لكم عليه يهم الوطن، يهم مصلحة المجتمع. إذا تماديتوا مع هالأشكال وما عوقبوا، راح يطلع لنا 1000 واحد زيه. والله يا أخوي ما أدري وش أسوي، الولد مساكين وحالته صعبة، بس ما بقى حد إلا وهاجمه. حتى أنا ما خلاني في حالي، حتى قطوتي. وحتى أنا في نص الجيم يسحب مني اليد ويهوشني. الله يهديه. بس صدقيني يا أختي، اللي فيه هذا من الفراغ، هو لازم يتوظف، لازم يتوظف، لازم يشغل نفسه بأي شيء. على يدك يا أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا هلا خالي. هلا يا عم، شلونك؟ الحمد لله بخير. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. اسمعني يا عامر، وأنا خالك أباك تمرني بشرك بكرة إن شاء الله، لأنه عندي وظيفة وأنا محتاجك فيها، أحسن من الفراغ اللي أنت جالس فيه وهديت الناس وضيقت صدر أمك وأبوك، حتى الكلاب ما خليتها. الحين لك سنة ما وظفتني، وعلشان الكلب توظفني؟ والله كفو. هلا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين خالي؟ أنا عامر. داخل عنده اجتماع، ممكن تنتظره؟ سلامات، ترى خالي. معلش، حتى لو أنه خالك تفضل استريح لو سمحت. أبشري الحين استريح. لو سمحت يا الأخ، وين رايح؟ تعال. ها تحدوك، جاي بوتاتشينو مدرب باريس. والله ما انت بسالي يا خال. السلام عليكم مدير. ليش ما تلعب ميسي؟ دايما مبابي مبابي مبابي، عط فرصه لميسي يا اخي. ترى افت انجليزي اذا تبي تتاجن بشيء ولاش. اي ام سوري، ذس از ماي نيفي. از ذس ذا جاي هو تورتشرد ذا دوغ؟ يو ار رايت، ات ديفينتلي از. ذس كونتراكت از كانسلد. واي؟ وي كانت دو بزنس وذ سمبادي اسوشييتد وذ هيم. He's crazy. ما عليك صوت، حتى ذا كريزي. Excuse me? I'm crazy? ما شاء الله طلعت طويل، بس بالملعب قصير. وراك سألت، ترى ما أعرف معناها. خلاص أنا كريزي. Let's go. وش بكم؟ سلامات، وش في؟ ها؟ وين رايحين؟ احنا مدرب ليسك مهبول أنت، خبل. أتدري أنك خربت عليه صفقة؟ يلا تقلع تقلع تقلع. والوظيفة اللي قلت لي عنها؟ ما عندي لك وظيفة، ولا عاد تجي للشركة هنا حش رجولك حش. يلا تقلع. ايش دعوة يا خال؟ يفرقنا بوتاتشيني وباريس سان جيرمان. يا ابن الحلال تقلع يا ابن الحلال، قوم عليك، لا تتعدن على شيء، انقلع. ابطلع، بس تكفى يا خال، المرة الجاية جيب زيدان، تراني احبه. يا ابن الحلال تقلع، لا قوم عليك الحين. ابشر ابشر ابشر. ليتس جو. تكفى يرحم امك، موضوعي واقف عندك، وانت الوحيد اللي ممكن تطلعني من المشكله. خلنا اصورك بالجوال وقول لهم اني انا بريء. تكفى تكفى تهز الرجاجيل، عاد شلون الكلاب. الله 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 الله، تقول لي في الصناعيه والقاك مجلس مع هذا الاحبل؟ قلت يا بقعد شويه وبعد اروح البيت. انا قلت لك قبل هذه المره اصحك تجلس مع ابو كلاب، ولا حسيت رجلك حش؟ وانت والله لا علم بوك. لا 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 تقول لي ابويا، انا بطلت استراحه وبطلت عامل. قدام من بيت اقطعها يا عامل. قدام من بيت. الحين العالم وش فيها قلبت علي؟ انا وش سويت؟ الفتاة التي صورت حادثة تعذيب الكلب، الاخت مي التي لا يا عيال، مو بهذه ما جرت لها المجتمع معها. حياك الله يا أخت مي معنا على الهواء، ويا ليت تقولي لنا إيش اللي حصل بالضبط. مثل ما شفتوا بالمقطع، كنت جالسة بالسيارة قدام استراحتنا، وبالصدفة طلع هذا الكلب المسكين من استراحتهم، وكان هذا المتوحش
مفسخ نعاله ويجري وراه نصابه. قسم بالله ما ضربته. تبي الشهرة ذي؟ كان شوي انا والريس النصابه. انا والريس ونحن يهمنا في المقام الأول سلامة الأخت مي، فنرجو ممن يكون قريبا من الحدث أن يذهب لمساعدة. الهبول ذا يبي يجيب العيد بعمره، قوم جيبه. يلا يلا الله يستر. ما أسمح لك تصورين. أقول لك تصورين. يا عامر تصورينك تصورينك. معليش أختي، مسحيها بوجهي، خوي عنده ظروف نفسية من الموقف اللي صار له. شفتوا؟ حتى خويي اعترف عليه، قالت لكم هذا مريض نفسيا ولازم يتعالج. سلامات وش اللي مريض نفسيا؟ وخر أنت، بعدين ليش تعزز لها؟ معلش اعترف لهم عادين، عندك ظروف نفسية من حلال. انا عندي ظروف نفسية من زينك من زين وجهك. شفتوا حتى هو خوي قلب علي وعندي ظروف نفسية. مريض نفسيا هذا. انا مريض نفسيا. صوري نفسيا من حلالي. قسم بالله كل الله بريه خويك. انا وريه مريض نفسيا. كل الله من حلالك. كل الله عنده مشاكل نفسية هذا الانسان مريض. تدري عادي يا عامر، في بداية الامر اول ما بدا الحدث انا كنت اناظر الموضوع من جميع الجوانب، وصلت النتيجة اني رحمت الكلب اكثر منك. واضح ما يحتاج تقول. بس رجعت لانسانيتي وقلت يا اخي الولد هذا ما سوى الفعل هذا الا يبدو ان عنده 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 مشكلة، لازم احد يوقف معه. ما هي بمعقولة كل الناس تنمر عليه. فاليوم انا راح احط يدي في يدك وبوقف معك، وراح هذه اللي اسمها مي راح تاخذ عقوبتها. لحست مخي، انت الحين معي ولا ضدي؟ اقول لك معك يا عامر، اقول لك رجعت لسانيتي، يعني بوقف معك. مي هذه نقدر نسجنها وعليها ادانه. وشلون؟ انا اقول لك وشلون. تدري مي هذه ان احنا مسكنا عليها قرينه، القرينه هذه انها جت صورتك بدون علمك ونشرتها، وهذا يعتبر من الجرائم الالكترونيه، يعني لازم تعاقب عليه. وعقوبته وشو؟ السجن والغرامه، يعني بتاخذ فلوس وراح تتعاقب. صدقني يا عامر كاني اشوف الموقف قدامي. ابى اخليك تشوفها وهي اول ما تشوفه تقول لك هاو هاو عامر، يعني بتقلب كلب. ايش كلب يا عامر؟ هاو هاو حقتنا. ها حقتنا. ايه تصير مصدومه. بس مالك شغل، العقوبه سجن وغرامه. سجن غرامه؟ ايه. مي مي لا 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 سلامات، صح انها حقيره وتستاهل بس مستحيل انهي مستقبلها. شايف يا حبويلك السالب كالعادي انا القاه بالشارع. انت تجي منه مع اللف على هونك بالموتر. انزل لما السالب معك اكله. اهم شيء عندي انا بصير باث اللايف بالتيك توك. لا تناظر الكاميرا، ما ابي احد يحس انك تمثل، ابيه طبيعي. طيب ابشر ابشر. وبعدين وش اسوي؟ تنزل لما الكلب وتمسح على راسه وتعطيه اكل. لا يا شيخ ورا ما احب راسه بعد. يا ليت تخسى انت. هو الزبده انا ببث من حساب واحد من اخوياي المشاهير، يعني المقطع ايش بيصير به؟ يبي يضرب. قسم بالله ان فكرتك البطله يا اخي. خلنا احسن سمعتي. كفو والله يا صالح.